السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، اخباركم كل شيء بخير؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنكم تكونوا كاملين بتمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. إخوان ديالي، بغيت نشكركم بزاف على الدعم ديالكم المتواصل ولا مشروط. كنشكركم بزاف على الدعوات ديالكم، كنشكركم بزاف على الجيم ديالكم، كنشكرهم بزاف على الاشتراك في القناة ديالكم، كنشكركم بزاف، وكلمات شكرانية قليلة في حقكم. كيفاش بغيت نسميها لكم؟ لان الطريقه والدفعه اللي عطيتوني والقوه باش سيبورطوني راه كبيره بزاف وما كنتش متوقعها صراحه. المغاربه الله يعمرها دار رجال صراحه، الله يجازيكم بخير. كنشكركم بزاف من اعماق القلب ديالي، كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. ما لقيتش شي كلمه من غير شكرا، وشكرا قليله 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 بزاف في الحق ديالكم. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى لانني ما نخيبش الامل ديالكم. وبالنسبه للناس اللي طالبوني على انني نحط لوليان ديال باي بال ديالي، راه ما غاديش نحط لكم لوليان، لان الدعوات ديالكم، لان ليجيم ديالكم، لان الكلمات ديالكم، لان الطريقه كيفاش دعمتوني راه احسن من اي مال ديال الدنيا كامله. ما غاديش يحس بشي واحد بالكلام اللي كنقولو، ولكن الا داز من الظرفيه اللي انا كندوز منها غادي يفهمني شنو بغي نوصل لكم. كنشكركم بزاف، وباش ما نطولش على خوتي نلقاو الان مع اهم عناوين هذا النهار. رسميا بالهند يوافق على الانتقال للعملاقه السعوديه، مستقبل غامض لسفيان بوفيل، هيرفي رونار يفكر في ترسيم هذا اللاعب في قائمه كاس امم افريقيا النهائيه، نجم المنتخب المغربي مع مبامبي وديليخت في التشكيل الافضل في اوروبا، بعد احتجاج الجامعه على وضع علم البوليزاري والكاف يصحح الخطا والاتحاد المصري يعتذر، زياش يوجه رسالة خاصة للأرسنال وبرشلونة، خصم الأسود في الكان يحسم برنامجه الإعدادي بمعسكرين. نجحت إدارة نادي الهلال السعودي في الفوز بخدمة النجم المغربي لاعب غلطة سرايا التركي يونس بالهند في الانتقالات الصيفية المقبلة. وأضافت صحيفة هيبرلر التركية أن بالهند رضخ لعرض الهلال الذي تقدم به خلال شهر يناير الماضي، ووافق على التوقيع للفريق السعودي مقابل 9 ملايين يورو وبراتب سنوي يصل إلى 6 ملايين يورو بعقد يمتد إلى 3 سنوات. وكان مدرب غلطة سراي فاتح تريم قد رفض تسريح متوسط ميدان المغربي في الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن حاجة الفريق التركي للمقابل المادي الذي سيستفيد منه الفريق جعل المدرب وكذا مسؤولي الفريق يوافقون على بيع بالهند. ويعد بالهند من ركائز غلطة سراي يتساهم خلال الموسم الحالي في تتويج فريقه بلقبي كأس والدورية التركية. أعد نادي سيلتا فيغو الإسباني تقريرا وحصيلا عن الموسم الذي قضاه المغربي سفيان بوفال في صفوفه كمعار قبل عودته إلى فريق ساوثهامبتون الذي يتم الاستناد عليه للحسم في مسألة التعاقد النهائي مع اللاعب من عدمه في الميركاتو الصيفي المقبل. وأشارت تقارير إعلامية إسبانية على رأسها موقع فاردو فيغو إلى أن مسؤولي سيلتا فيغو يعتبرون أن القيمة المالية المطلوبة من أجل الظفر بتوقيع بوفال مرتفعة نسبيا يتصل إلى 15 مليون أورو طبقا لبند خيار شراء المتواجد في عقد الإعارة بين النادي الإسباني ونظيره الإنجليزي. ذات المصدر أورد أن النادي السماوي يفضل إلى الأولوية لخيارات أخرى قصد تعزيز جبهة الهجوم للفريق، فيما يظل بوفال خيارا ثانويا قد يتم اللجوء إليه في حال التعذر على إداري سيلتا فيغو جلب اللاعبين المستهدفين. ولم يقتنع أفراد الطاقم الفني للفريق الإسباني بالعروض التي قدمها اللاعب البالغ من العمر 25 سنة، ذلك أنهم يعتبرون أن المغربي لا يتماشى مع متطلبات الفريق وأسلوبه، والذي يحتاج إلى اسم أعلى فاعلية وأكثر سخاء من الناحية الدفاعية والجماعية. وشارك بوفال في 35 مقابلة هذا الموسم مع الفريق الممارس في الدوري الإسباني لكرة القدم، مسجلا 3 أهداف ومقدما 4 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى توقيعه على أكبر عدد من المراوغات في الموسم ضمن الليغا بوصوله إلى 144 مراوغة. حسب تقارير صحفية مغربية، فإن مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار يفكر في ترسيم لاعب متألق في قائمة كأس أمم إفريقيا 2019،
ويتعلق الأمر بلاعب ساوسولو المهدي بوربيع حيث يفكر روران في دعوته إلى الكان، خاصة وأن عنصر أساسي في فريقه الإيطالي حيث شارك في 31 مباراة في الكالشيو مقارنة بالعديد من العناصر. بوربيع يمتلك في رصيده لقاءين دوليين فقط، الأول كان ضد جزر القمر في تصفية كان 2019، والثاني كان ضد الأرجنتين حيث شارك في 3 دقائق فقط. تواجد المغربي أشرف حكيمي نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني مع كل من الفرنسي كليان مبامبي نجم باريس سان جيرمان والهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام في تشكيل أفضل مواهب أوروبا في موسم 2018-2019. وتضم التشكيلة المثالية لموقع تالنيت سكوت أسماء عدة، نجوم آخرين على غرار الإنجليزي ألكسندر أرنولد نجم ليفربول والبرازيلي جونيور فينيسيوس مهاجم ريال مدريد والإنجليزي يادون سانشو زميله في بروسيا دورتموند الألمانية. ويسابق هذا الأخير الزمن من أجل التعافي من إصابته على مستوى مشط القدم، وذلك على أمل المشاركة مع المنتخب المغربي في منافسات أمم إفريقيا مصر 2019. يذكر أن القيمة السوقية لهذا الأخير شهدت قفزة عملاقة في موقع ترانسفير ماركت حيث ارتفع المبلغ إلى 30 مليون يورو بعد أن كانت في حدود 7.5 مليون أورو في بداية الموسم الفارط. أثارت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 غضب المغاربة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد أن قامت بوضع خريطة المغرب مبتورة من صحرائها، وتم وضع علم البوليزاريو على الموقع الرسمي الخاص ببيع تذاكر مباريات الكان. وعلمنا من مصادر مقربة من الجامعة أن هذا الأخير عبرت عن غضبها الكبير من هذا الخطأ الجسيم لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وكذا الاتحاد المصري للعبة، واللذان أكد بأن الخطأ غير مقصود. وأكد المصدر ذاته أن الاتحاد الإفريقي قام مباشرة بعد الاعتراض المغربي على سحب علم الجمهورية الوهمية من الموقع ودارت الخريطة المغربية بصحرائها، كما قدم الاتحاد المصري للعبة اعتذارا رسميا لنظيرتها المغربية مشددا على أن هذا الخطأ غير مقصود من طرف اللجنة المنظمة وقد تم تداركه وتصحيحه في حينه. وجه النجم المغربي حكيم زياش رسالة خاصة للأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، وذلك في حوار شخصي له مع جاستين كلوفرت زميله الأسبق في أياكس والنجم الحالي لروما الإيطالية، نقلته الصحافة الهولندية. وكشف نجم أسود الأطلس عن رغبته في حمل قميص المدفعجية ويل بلاوغرانا. يذكر أن هذا الأخير يتواجد على رادار بايرن ميونخ الألمانية الذي ربط مسألة التعاقد معه بفشله في ضم الموهبة الصاعدة كالوم هودسون نجم تشيلسي والمنتخب الإنجليزي. يذكر أن هذا الأخير مرشحا لتعويض النجم البلجيكي إيدين هازارد الذي حسم مسألة انتقاله لريال مدريد الإسباني، مما يجعل من مسألة انتقاله إلى بايرن ميونخ الألمانية مستبعدة للغاية. وتألق الساحر والمايسترو المغربي بشكل خاص خلال منافسة الموسم الحالية حيث سجل 21 هدف وأهدى 24 تمريرة حاسمة من مجمل 49 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات. 30 يوما تفصل عشاق الساحر المستدير في المغرب وباقي قارة السمراء على انطلاق النسخة 32 لنهائيات كأس أمم إفريقيا والتي ستقام بمصر. منتخب الكوت ديفوار الذي وضعته القرعة في المجموعة النارية مع المغرب وناميبيا ثم منتخب جنوب افريقيا حسم رسميا في برنامجه الاعدادي للعرس الكروي، وايضا المواعيد الودية التي سيخوضها قبل الوصول الى ارض الفراعنة للمشاركة في العرس القاري. وحسب الاتحاد الليفواري للعبة فإن منتخب الفيلة سيكون في مواجهة امام كل من غامبيا واوغندا ثم المنتخب الليبي للاحتكاك بالكرة في شمال إفريقيا قبل لقاء القمة أمام هيربي رونار ورجالها، في حين قرر رسميا المنتخب الإيفواري برمجة معسكره في فرنسا ثم بالإمارات العربية المتحدة كمرحلة ثانية بالنظر للأجواء المناخية الحارة التي تشابه تقريبا الطقس بالعاصمة القاهرة خلال فترة الصيف، علما أن اللجنة المنظمة وضعت المجموعة الرابعة بملعب السلامة خلال المباريات الثلاثة الأولى في دور المجموعات.
إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك تدعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. شكرا لكم بزاف، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.